النحل عم ينتهز اي فرصة، يعني ارتفاع درجات حرارة، لحتى يطلع يتنشط، لحتى يطلع يتبرز، لحتى يطلع يجيب شوية ماء. اهم شيء بالموضوع انه التغذية الان رح نرفعها من مقدار بمقدار الى مقدار ونص، مقدار واحد اي مقدار ونص سكر بمقدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي النحالة، اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا شباب، نحن اليوم ما شاء الله بعد ما انخفضت درجات الحرارة والاجواء المثلجة اللي شهدناها والانخفاضات، طبعا اليوم كان في عنا انخفاض درجات الحرارة، كان في عنا الصقيع، يعني الصقيع اللي اليوم كان موجود، يعني ما كان ما شاء الله موجود بالشهر الأول اللي نحن تعرضنا له، موجود الصقيع اللي تعرضنا له. فالأمر يعني نحن نتماشى معه كتغذية كالنحل. نحن اليوم درجات الحرارة يعني 12 لحد 13، فنحن حكينا عن التغذية التحفيزية وحكينا عن مقادير والمعايير اللي نحن ممكن انه نحطها كسكر نسبة إلى الماء. فهلا نحن اختلفت معنا الموضوع، احنا باي موضوع بالنحل ما في عنا يعني بالطبيعه 1 + 1 = 2. طبعا نحن في عنا يعني امر تماشيا مع الطبيعه، تماشيا مع اختلاف درجات الحراره نحن بدنا نمشي. فلذلك يعني نحن في هذا الوقت من السنه بالعاده نحن بنحط يعني السكر 1 لـ 1 سكر، يا 1 مي 1 سكر. فنحن هلا خلينا اختلف معنا الوضع، يعني صرنا بدنا نحط يعني تقريبا مثل الخريف، بدنا نحط نحن 1.5 سكر لواحد ماء. ليش؟ لانه نحن امام انه النحل رح تنفذ من عنده كميه العسل، لانه ما شاء الله نحن يعني في عنا كميات كثير كبيره من الحضنه اللي طلعت بدها تاكل، اللي طلعت بدها تتغذى، وخاصة نحن ما بنعرف اليرقات او بنفس الوقت اليرقات والبيض والحديث الفقس ما بيتغذى على الكاندي، لذلك نحن ما بنستفاد شيء من الكاندي بالوقت الحالي. فلذلك نحن امام انه نحط 1.5 سكر لـ 1 ماء، هذا فهاي النسب السكر اللي نحن بدنا نحطها. شباب طبعا نحن مثل ما حكينا وقت اللي بده يكون في عنا مط شمع، وقت اللي بده يكون في عنا حركة نشاط، للنحل نحن بده نخفف نسبة السكر ونزود نسبة الماء. فنحن حاليا هلا نحن ما في عنا الا يعني تغذية اليرقات فقط وتغذية الشغالات، فلذلك نحن راح نحط 1.5 سكر لـ 1 ماء تجاوزا اقل شيء، يعني بهالفترة اللي جاي قد تتجاوز لعشرة ايام او اقل من 10 ايام. فهذا الامر يعني نحن راح نكون راح نوضع الامر هذا بعين الاعتبار. الكاندي طبعا شباب ما بنصح بالكاندي حاليا نهائيا، لا الكاندي السكري ولا الكاندي البروتينية. طبعا معالجة الأمراض الفاروة وغيره من الأمراض المنتشرة بالوقت الربيع كمان هلا لازم نحن نوقفها. هلا نحن لازم نركز فقط على التغذية، بصراحة التغذية بقصد أنه نغذي اليرق ونغذي النحل فقط. أما مط الشمع هلا نحن يعني أقل يعني على أقل تقدير من وقفه، طبعا نحن اقلها بمنطقه الشمال السوري وبعض المناطق الجبليه اللي تعرضت لي يعني الثلوج وتعرضت لي المنخفضات الجويه. فنحن هلا نحن ما نتابع نحلنا، نتابع الوضع اللي هو فيه، نتابع غذائه فقط. السروح ما شاء الله اليوم لا باس فيه، يعني ما شاء الله يعني النحل عم ينتهز اي فرصه، يعني ارتفاع درجات حراره لحتى يطلع يتنشط، لحتى يطلع يتبرز، لحتى يطلع يجيب شويه ماء. فهذا الامر كلياته نحن بعين الاعتبار رح ناخده. فاهم شيء بالموضوع انه التغذية الان رح نرفعها من مقدار بمقدار الى مقدار ونص، نص بمقدار واحد اي مقدار ونص سكر بمقدار ماء. نحن كنا حكينا بفيديو سابق رح يكون مقدار بمقدار، لذلك يعني الامر ما بايدنا، الامر صفى انخفاض درجات الحراره، فنحن هذا الشيء نحن لازم يعني نتبعه، ومثل ما حكينا يومين ثلاثه ان شاء الله بنرجع للوضع الطبيعي. وهيك نحن بنكون يعني خلصنا الفيديو لهذا اليوم. اتمنى لكم السلام من محلكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.